Let's go. صباح الخير عليكم أينما كنتم على أرض الله الطيبة. يا رب يكون يومكم جميل وسهل ويا رب يخلص وانتم راضين. أهلا بكم في صباح الجيمينج، برنامجكم الإخباري اليومي عن كل ما يخص عالم الفيديو جيمز. قبل ما نبدأ برجاء تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تتابعوا محتوى القناة أول بأول. بعد الكشف عن أسلوب لعبة العنوان المنتظر Call of Duty Black Ops 6 في عرض إكس بوكس، واللي بشكل عام نال استحسان اللاعبين والنقاد، تم الكشف عن تفصيلة قد تضايق البعض. جاء في الموقع الرسمي للعنوان الآتي: لتقديم أعلى جودة للرسومات مع تقليل مساحة تخزين اللعبة على محرك الأقراص الصلبة الخاص بك، ستستخدم Call of Duty Black Ops 6 البث المباشر لتحميل الرسومات عبر جميع أوضاع اللعبة، وهذا يعني أنك ستحتاج إلى اتصال إنترنت مستمر لتشغيل أي طور للعنوان بما في ذلك الحملة. إذا كنت تلعب على كونسول فيمكن لعب الحملة بدون خدمة اشتراك مميزة مثل بلاي ستيشن بلس أو جيم باس كور. تم الكشف البارحة عن موديلات جديدة للأكس بوكس سيريز، ودلوقتي عرفنا أسعارها. بالنسبة لجهاز الأكس بوكس سيريز إكس الرقمي بمساحة 1 تيرا بايت فسعره هيكون $450 أمريكي. بالنسبة لجهاز الأكس بوكس سيريز إكس السبيشال إديشن بمشغل أقراص ومساحة 2 تيرا بايت فسعره $600 أمريكي. أما بالنسبة لجهاز الأكس بوكس سيريز إس الأبيض بمساحة 1 تيرا بايت فسعره هيكون $350 أمريكي. واخيرا قدمت يوبي سوفت عرضها يوبي سوفت فورورد، واللي ركز في الاغلب على عناوين سبق الاعلان عنها واعطانا نظره مطوله لبعض العناوين المرتقبه. ابتدى العرض بالنظر الى العنوان المنتظر ستار وورز اوتلوز، وتقديم اسلوب اللعب في العنوان متضمنا الاستكشاف والبيئات القتال حروب المركبات وعامل تقمص الادوار في العنوان. والحقيقه العرض اقنعني اكتر واكتر بالجيم. ريميك Prince of Persia The Sands of Time بقاله كتير قيد التطوير، واليوم أعلنت يوبيسوفت عن أنه قادم في عام 2026 بدون عرض مقاطع من العنوان أو تحديد متى بالضبط في العام من الممكن أن ننتظره. حصلنا على نظرة مطولة إلى أسلوب اللعب في العنوان المنتظر Assassin's Creed Shadows، وبالتحديد كيفية تغيير أسلوب اللعب بين مقاتل الساموراي واللي بيعتمد على المواجهات المباشرة والعنيفة مع الأعداء، بينما النينجا نيو تعتمد على أسلوب التخفي والاغتيالات الصامتة. أعلنت يوبيسوفت عن عنوان جديد في سلسلة بناء المدن آنو، وهنا بنتكلم عن آنو 117 باكس رومانو، واللي هتاخد اللاعبين الى روما التاريخية. العنوان سيأتي الى الحاسب وجميع المنصات ما عدا سويتش في وقت ما العام المقبل. تم الاعلان عن محتوى اضافي للعديد من العناوين زي Prince of Persia The Lost Crown، واللي هيصدر في شهر سبتمبر تحت اسم Mask of Darkness، وايضا لعنوان Avatar Frontiers of Pandora واللي هيصدر في 16/7 تحت اسم The Sky Breaker، وايضا الموسم الثاني من Skull and Bones بعنوان Chorus of Heaven. واخيرا تم الاعلان عن ميعاد انطلاق الموسم الاول للعنوان الخدمي اكس ديفيانت، لعبة التنافس الاونلاين على غرار العاب التصويب من منظور الشخص الاول، واللي هيبدأ في 2 يوليو. وبكده نبقى وصلنا لنهاية جولتنا النهاردة، اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بيها وان نهاركم يكون ابيض وجميل. شكرا للمشاهدة ونشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات القادمة.